عارفين المشكلة بتبدأ إزاي؟ بس أنت ليه مهند يجيب درجات أحسن منك؟ ركز معايا. ركز معايا، هنلعب كرة شوية ولا حد هيحس بينا. سيبيني بس دلوقتي عشان العربية بجد مبهدلة جدا. خلاص ماشي يا بنتي، أنا 5 دقايق وهبقى عندك. آخر حاجة إحنا اللي كسبانهم يا حبيبي. يا عم ريح. لا يا عم. إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ ما الباسكت أهو. مكبرين الحوار ليه؟ ما كده كده هما اللي بيلموها. خدي بالك أحسن حد من العيال يتعور. هو مفيش حد يجي يرد في الشارع المقرف ده؟ يا ياسين ما تروحش بعيد. ما ترميش زبالة في الشارع. كل شيء وحش بدأ بفعل صاحبه كان شايفه بسيط، لحد ما بقى شايفه مشكلة، وهي دي المشكلة. ابدأ بنفسك، تجمل بالأخلاق.